السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة أسفي. بما أكدتوا لنا مشاهدينا الكرام وضوح الصورة والصوت، غادي نسألفوا هذا المباشر من هنا كيف قلت من مدينة أسفي، واحد الحالة إنسانية. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الحالة الإنسانية هي ماشي بحال باقي الحالات، هي حالة ربما استثنائية كتتداخل فيها مجموعة ديال الأبعاد. معنا اليوم السيدة ناجية الغبار اللي كتسكن في مدينة أسفي. هذه السيدة عندها قضية ربما صعيبة شوية، اللي هذه السيدة زوجات البنت ديالها برجل تونسي هذه المدة ديال 7 سنين. من بعد هاد 7 سنين شافت بنتها مرة واحدة، من بعد ما داز على الزواج ديالها عامين شافتها مرة واحدة. إذا تفضلي السيدة ناجية، حاولي تعاودي القصة ديالك للمشاهدين الكرام. هاد السيد تزوج جمن تونس. حاولي تقدمي لنا راسك. السلام عليكم، انا الغبار ناجيه، تنبحث على بنتي في تونس. تزوج ليا واحد تونسي جا لهنا، كنت تهضر معايا على الانترنيت، جا هنايا اكتشف لي هذا راجل كبير، علاش ما تزوجي داكشي. المهم ما عرفتوش انا شنو دار لي داك البنت، داها تزوج بيها. شنو الاسم ديال البنيه ديالها؟ امال. امال كموني. شحال كان في عمرها الوقت اللي جات؟ 18 سنه كانت تقرا ديك الساعه، طلعت الباك. قال لي انا غندي، قال لي هاد البنت غنديها وغنقريها وغندير. ملي دات تما كيسد عليها الدار، كيسد عليها الدار، كيتكرفس عليها، كيضربها، كيقول لها اش جابك من المغرب انتيا، جيبك اشنو جابك من المغرب، انا المغرب جيعانين وهادي تعار من المغرب. والوقت اللي جات عند اختها من دار لها عرضها من الدار المغرب، جات عندها، من اللي جات عندها قالت لي ماما قاتو سد عليه، كيسد عليه بزاف ملي كيخرج جوا السفر ديالو، عندو كيدي معاه السوارات، مكرفس عليها، كيضربها، كيجرب شعرها. واحد المرة قالت لي ماما كنت غادي نطاحك، كنت غتلاح من فوق الدار. الوقت اللي بقيت معاه كنقول لي شوف جيب لي بنتي، انا راني قلت غنشوف اجيبها، جيت وياها. قال لي انا غنصيفطها، هو تيشوفني واش انا نعود نشد داك الفيلا اللي ما جيتيش شتا، راه بلا ما تجيب البنت، باش يقرب لي البنت يجيبها. الوقت اللي جا هنا مشحت الصاك ديالو، زيت جواز السفر ديال بنتي، زيت الوريق تاع بنتي، حيدتهم لاكارت داكشي ديالو. جا قال لي الوقت يا بنتي ما غاداش نمشي معاك. جا قال لي ما تمشيش معايا، خرج جا للمحكمه، مشى جاب لي العون القضائي للدار، كعيط لي ما خرجش عنده شويه. البنت قالت يا ماما اما نمشي معاه ولا غادي نطيح، خليني نمشي معاه، لما عطاتنيش الباسبور ديالي راني ماما غنمشي حفيانه حتى لتونس. هو السيد كيدير الشعواده، انا مشيت عندو، داني عند شوافة، وجا عندو واحد السيد اللي شهد لي في الجواج، كتب لي في البيضه ديال الكحل. صافي ملي شفت انا داك الشيء مشيت خليت البنت مشات معاه، وكتيشوف لي ضرب ليا بنتي راه غنجي لك تما ندير لك دعوه. خليت البنت مشات معاه، صافي البنت مابقاش كتعيط ليا، وانا نمشي عند سماعين الاصوات، حكيت ليه كل شيء، حكيت داك الشيء كله، حكيت كل الاصوات. يعني قناه كمل هذا. المهم حكيت داكشي، ملي حكيتو سمع ديك الهضره، صيفط ليا، جاب البنت التليفون، قال لها شوفي، قال لي شوفي راه ما بقيناش، البنت قال لها قولي ليها راه بقينا ساكنه في الدار، ما تجيش عندنا، ما بقيتيش تجي. صافي غبا انت سبق لك مشيتي عندهم تونس؟ ماشي جوج مرات لتونس. كيف لقيتي الحاله ديال بنتك المره الاولى؟ ومش جا دار عرض لاختها، جات على اختها تما ما قدرش نهضر، خفت لي يوقعوا المشاكل، تلقى الراجل الاخر اللي من الدار ما جاي تما مخلي لي البنت تما وغادي ولا وقع، شد داكشي وسكت. عيطت عليا اختها، قلت لي يلاه دير لي التزام باش ما بقيتيش نمس لي بنتي ما تضربش. قال لي لا ما نديرش التزام. واخا ديك الساعه فاش مشيتي عندها الاخر مشيها شحال دابا من عام؟ باش مشيت عليها يلاه دوزت معاه شي عام تقريبا. باقا ما ولداتش؟ وشكون يعرفها؟ ما عرفتهاش واش ولدات؟ ما عرفتش ولدات ولا ما ولدتش، ما عرفتش.
ما عرفتش. هادشي وقع في 2013. في 2013. البنية عندي مزدادة. 2014. جاوبوا في 2013. مشات تسكرات في تونس 2013. 8 سنين. 2013. ومشي آخر مرة شتيها ولا سمعتي الصوت ديالها شحال من عام؟ دابا 5 سنين و 8 شهور. ما عمرني بقيت شت بنتي. ما بقيت شتهاش. لا تليفون لا خبر عليها. تبقات بنتي ولدو في داخل الفيس يقول لي قول لبا شو ما هادشي اللي درتي راه اليهود يقلبوا على بعضياتهم راه ما يديروش فيها شو ما عليك هادشي اللي غبرتي عليها بنتها. وانا ما بقيتش كنعس عاد مريضه عاد كنشرب الدواء ما داير ولد فيا مرض السكري بسبب بنتي. انا بنتي انا بغيت الناس اللي كيشوفوني اللي كيشوفوني الله يخليهم بغيتهم يتعاطفوا معايا ويوقفوا معايا وبغيت بنتي نشوفها. حتى شي واحد راه ما كيفرض في كبد الدور مشى كتقلب على ولادها. انا بنتي راني بغيت نشوفها رانا كنبكي داخل يوميا من قلبي واخا غادي راه ما غاديش ما مرتاحاش ما كنعش مرتاحه كندخل شي بلاصه كنسمع شي حد كيعيط امل كنشوف شي بنت وزيد نبكي نشوف عا شي بنت كنشبه لبنتي كنزيد نبكي. ودابا انا ما عنديش اللي يعاونني ولي يوقف معايا ماشي ماديا انا بغيت شي حد يمشي معايا انا تخوت ولي كيجوني التهديدات من هذا السيد كنقول له بلجيكا خايفه غادي نقول انا غنمشي تما غيطلق عليا شي حد كتصل عليا شي حد وانا مغادي شي حد اللي غادي يوقف معايا. انا بغيت الناس اللي كيشوفوني الله يخليهم انا بغيت الناس اللي تعاونوا معايا وبغيت القنصليه المغربيه اللي كانت كتسمعني حتى هما يتعاونوا معايا. دابا كندير شكايات ملي كيوصلوا الشكايات كنعيطوا عليا في القنصليه في التليفون كيقولوا لي بنتي كاينه وانا بنتي ما شفتهاش هاد البنت انا ما عرفت قتلها واش دار لهاد السيد. هاد السيد راه حمق غنمشي عندو العقل هادشي راه ما يديروش انا شنو درت لي قلت كرفست عليها خدمت عليها ضربت عليها تما راه كانت تقرا جيت يكذب عليا قال لي غندير قريه تما وغندير لي البنت درويشه كتخاد ماشي من دوك البنات القبيحه درويشه وحقر ديك البنت بزاف حقرها وكيدير حتى الشعواده حشومه عليا دايره بينو مع السيد ربي حشومه عليا هادشي اللي كيدير. ناجية شحال كان الزوج ديال شحال كان في عمر الزوج ديال البنت ديالك؟ دابا غتكون عنده شي 60 سنة ما بحال هكا تكون دابا عنده كنخدم كنخدم في الوصيفي وقيلا خرج التقاعد كون عنده شي 60 ملي جا عندي ملي جا عنده كثر من 50 ملي جا ولا زوجته بنيابة خي الله عنده 18 كان كيهضر مع البنت معرفتش دخل ديك البنت خليها في السوسة كان تيهضر معاها ما عرفتش اش دار ليا بنتي هو من النوع تاع الشعواده انا هاد السيد هادشي اللي عارفه عليا ما عرفتش انا ملي شفتو تخلعت من اللي جي ماشي شي راجل ما عرفت كيفاش داير هاد الانسان. لاله ناجيه الاب ديالها اللي توفى خبر وما خبرهاش ما تخبرهاش شحال دابا من عام باش توفى شي 4 سنين باش توفى وفي اخبارها انا توفى؟ لا ما في اخبارهاش. الا كانت كتشوف فيك من هذا النداء هذا شنو بغيتي تقولي لها؟ بغيت نقول لها بنتي جي جي عندي بغيت نشوفك بغيت نشوفها الا با راه مات ما سقتش لي الخبر وانا بنتي بغيتها بغيت نشوفها محتاجه لبنتي بزاف ما بغيت منها والو انا بغيت نشوف بنتي انا مريضه ما بقيتش قديت للسفر ولا غادي نجي حتى تما نتلاوى حنا ما بقيتش قديت انا كنبغي نمشي على الرباط وكنفكر بداك الكار باش غادي نمشي انا وليت مريضه كندير لهم انسولين كنشرب فريد المرض النفساني ما عندي حتى حد لا خوت لا شي حد اللي غادي يوقف معايا ما عنديش